نادي نسيه بقرطاج، يعني مدرسة كبيرة. هذا الفريق الذي تأسس في 2011 عن طريق مجموعة من رجالات الفريق، من بينهم خالد بن عمر، أمال مراد، صبري الكوكي، وعدد من رجالات الأوفياء للفريق. محليين فريق هز 9 بطولات، فريق النادي النسائي قرطاج. قارين فريق النادي النسائي قرطاج ايضا متالق وساطع ولامع، بطوله افريقيا الانديه البطله فاز بها مرتين 2017 2021، ولعب الفينال 4 مرات او 3 مرات 2016 2018 2019، وكمل الثالث في النسخه نتاع 2015 بطوله افريقيا الانديه البطله. كيف النادي الصفاقسي، يعني مدرسه كبيره في كره الطائره للاكابر وكذلك للكبريات. فريق السي اس اس فريق يعني كره الطائره عنده صولات وجولات وامجاد ورموز والقاب بالجمله على المستوى المحلي وكذلك على المستوى العربي والقاري. فريق نادي عاصمه الجنوب، نذكر مره اخرى ليتار الجوله الاولى من المرحله الثالثه من البطوله سوبر بلاي اوف، المرحله الاخيره. نذكر مره اخرى كيف فريق النادي النسائي بقرطاج دخلها بنقطة حوافز، بما أنه كمل المرحلة الثانية البطولة مرحلة البلاي أوف في الصدارة عن جدارة. طبعا فريق النادي النسائي بقرطاج ربح كل مبارياته الستة، بالنسبة للسي اس اس كان خسر 2 مباريات فقط ضد نفس هذا الفريق منافس اليوم ذهابا وإيابا. المدرب زيكوفيتش يبحث عن تدارك تعديل الأوتار، العودة في المباراة في الستة الثانية، والكورة هجمة ممتازة، نقطة الارتقاء جيد، السرعة في إنجاز العملية لفريق نادي نسيبي قرطاج عن طريق اللعبة رقم 2 منى حمود الزيتوني من مواليد 10 جوان 96. والنقطة الأولى لفريق نادي نسيبي قرطاج، يبحث عن كسب الشوط الثاني وبالتالي محاولة اقتناص نقاط المباراة. ترجع كرة في رسال لفريق نادي الصفاقسي، الرئيس الكوبية ضربة والكرة البرة، الكرة البرة، غاب التركيز فحضرت نقطة لفريق نادي نسيبي قرطاج. حاولت باعتماد سلاح القوة اللعبة الكوبية طاليا مورينو ريس، لكن الكرة كانت اوت. شارجع الكرة سيرين بوراوي في الارسال لفريق نادي نسيبي قرطاج، 2-0 في الشوط الثاني. على استقبال كرة من عتيتلا، ثم المحاولة من العقربي، ترجع كرة لفريق نادي نسيبي، ثم الكرة عن طريق دادمارا. اي 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 دادمارا نافارو، هذه قوة خارقة، قوة ساحقة في تشكيلة، في كتيبة المدرب كمال أرقية. 3-0 قاعد يهرب في الفارق فريق نادي نسيبي قرطاج في الشوط الثاني. الارسال عن طريق اللعبة سيرين بوراوي، ملعوب الارسال، كرة من عتيتلا في التحضير، ثم العقربي والكرة ما زالت لفريق نادي نسيبي قرطاج، ترجع السهلة لفريق السي اس اس، ثم التحضير ورئيس المحاولة العقربي في التحضير، ثم عتيتلا كرة أخرى ترجع للعقربي، وجدار صد عالي لفريق نادي نسيبي قرطاج ومحاولة تسلح الكرة في الوضعية الأخيرة، ترجع للسي اس اس مرة أخرى عن طريق اللاعب رئيس. الكرة البرة من جديد، النقطة المهدورة الثانية على التوالي للعبة الكوبية تاليا مورينو ريس. الإرسال عن طريق اللعبة سيرين بوراوي، ملعب الإرسال، الاستقبال مباشر من سيرين بوراوي، ارتباك كبير في صفوف لاعبات فريق النادي الصفاقسي. الاستقبال متاع الكرة كان سيء جدا من اللعبة ضحى انجازو، ونقطة خامسة لفريق النادي نسيبي قرطاج. مرة أخرى سيرين بوراوي اللعبة ناجحة في تنفيذ الارسالات، استقبال جيد من ضحى مرة هذه، عتيتلا التحذير، ثم الرئيس الكرة من ليبيرو فريق نسيبي قرطاج، ثم المحاولة ولا ضربة، ترجع كرة من ضحى، ثم عتيتلا في التحذير مرة أخرى، المحاولة العقربي وموجودة الكرة من كبير ولا مزيت العملية، ثم التحذير رئيس الكوبية اسقاط، ونقطة أولى، نقطة أولى لفريق نادي الصفاقسي بعملية ذكية، عملية اسقاط الكرة طبعا فوق زوج اللاعبات من فريق نادي نسيبي قرطاج اللي كانوا في او كان في جدار الست طبعا. ونقطة أولى لفريق النادي الصفاقسي، 5-1. رحمة العقربي في تنفيذ الارسال، على استقبال كرة من نهال كبير في التحضير، ثم دادمارا قوية، دادمارا نافارو رقم 16 والنقطة السادسة لفريق نسيبي قرطاج، 6-1، يعني كان التحضير جيد جدا.
حضرت الكرة في وضعية مثالية نموذجية اللعبة نهال الكبير ثم دمار نافارو في الارتقاء ونقطة سادسة لفريق نساء قرطاج. كرة من مروى البوغانمي ملعوب الاستقبال كان في وضعية صعبة كرة لفريق السي اس اس ثم ما زالت المحاولة الصعبة هذه الوضعية نساء قرطاج ثم الكرة والنقطة لفريق نادي الصفاقسي. احتجاج على حكم المباراة ذكر طاقم تحكيم المباراة يتألف من هشام المسلماني بوثينة جلاسي عبد الرزاق حريز لاروسي تبرسكي وأيمن عبيدي 6-2. الإرسال لفريق النادي الصفاقسي في هذه الكرة في هذه الوضعية. يتلعب الارسال ترجع كره استقبال فريق نساء قرطاج نهايه الكبير ثم صعبه والكره نقطه لفريق نساء قرطاج. عمليه كانت سريعه تحضير كان ممتاز من اللاعب رقم 20 نهايه الكبير فورمه عاليه لموزعه فريق نادي نساء قرطاج. دادمارا نافارو في تنفيذ الارسال لفريق نساء قرطاج. هل تعتمد على السلاح القوه ام كره ارسال موجه ثم ترجع كره من عتيتلا سيرين ثم المحاولة الصعبة ونقطة نقطة. يعني من البداية من منذ الوهلة الأولى يبدو الاستقبال كان سيء لفريق نادي الصفاقسي اللي خلى وصعب من المأمورية وأعاد النقطة من جديد لفريق نادي نساء قرطاج. أسبقية مريحة نوعا ما لفريق نادي نساء قرطاج 6 نقاط فارق في الشوط الثاني 8-2. الإرسال البرا أوت من نافارو 8-3. سيرين عتيتلا في تنفيذ الارسال لفريق النادي الصفاقسي. كرة تعود لفريق نساء قرطاج وسريعة ممتازة في وسط الشبكة. التحضير كان من نهال كبير ثم رقم 12 ترتقي ديتون تحلوة من سحر الجنحاني وفي وسط الشبكة طبعا كرة في مناطق السي اس اس نقطة رقم 9. منى حمودة الزيتوني في تنفيذ الارسال. ملعوب ترجع من ليبيرو سي اس اس ثم عتيتلا تحضير ثم كرة من رئيس ترجع صعبة من عقربي ثم مرة أخرى وبها الكرة تعود من نهال كبير ثم تعود الكرة من جديد عن طريق اللاعب عتيتلا تحضير للرئيس وتعود صعبة الكرة نقطة لفريق نادي الصفاقسي. نقطة لفريق النادي الصفاقسي في العملية الأخيرة 9-4. ضحى إنجازو في تنفيذ الإرسال لبنات المدرب زيكوفيتش المدرب الصربي في أول مباراة لي نذكر هذا المدرب. ترجع كرة من جديد المحاولة والضرب من عبد نساء قرطاج ترجع كرة فريق السي اس اس وحاول تصلح الكرة ترجع سهلة نهال كبير في التحضير والكرة سريعة لكن تعود من جديد لفريق السي اس اس العقربي ترجع كرة لفريق نساء قرطاج نهال كبير ثم المحاولة جدار صد عالي تعود الكرة في السلم لفريق النادي الصفاقسي عتيتلا في التحضير ثم والكرة الصعبة ما زالت الكرة سجالا الهجمة متوسطة من الجانبين كل فريق حبير بعد النقطة والمحاولة ضربة جميلة جدا. أخيرا النقطة تعود للنادي النسابي قرطاج عن طريق اللعبة سيرين بوراوي في وضعية هجومية. سيرين بوراوي طبعا تتمكن من اقتناص النقطة العاشرة التغيير رقم 15 تاخو مكانها في النادي الصفاقسي بدر المحجبي. اللعبة القادمة من مستقبل حمام الشط بدر المحجبي ترجع كرة فريق النادي الصفاقسي تحضير ثم كرة من العقربي ترجع من اللعبة دادمارا ثم مرة أخرى دادمارا في وضعية صعبة كرة من الرئيس من جديد عن طريق العقربي ونقطة ضربت بذكاء كرة ترجع لفريق النادي نساء قرطاج نهال في التحضير ثم الكرة ممتازة تصويبة ترجع لفريق النادي الصفاقسي عن طريق رحمة العقربي مرة أخرى والكرة في مناطق النادي نساء قرطاج عن طريق رحمة العقربي في مناسبتين متتاليتين كانت ناجحة كانت صايبة. لعبة السي اس اس رحمة العقربي ونقطة جديدة 10-5. دائما
التقدم في الشوط الثاني لفريق نادي نسيبي قرطاج.